السلام عليكم متتابعيني الاوفياء، لاباس عليكم؟ كيف بقيتم؟ مزيان. كنتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنصايب لكم واحد لي ميني بيتزا ساهلين، كيوجدوا دغيا دغيا في 10 دقائق، يوجدوا مع واحد الصلصه اللي هي بديل الصلصه بديل فروماج ديال الموتزاريلا. كتجي لنا هكا معلكه وكتجي هكا مجبده بحال لا موتزاريلا، فقط غنصايبوها بواحد الصلصه، ما نستعملوش ابدا الفروماج. تبعوا معايا على فيديو باش تعرفوا المقادير. نبداو اولا، عندي هنايا هاد القطع ديال لي توست هكا. انا استعملت هادو ديال الزرع، تقدروا تستعملوا اللي بغيتوا. عندي طريف ديال الزبده، غادي نجيب الزبده غادي ندهن هاد لي توست ديالنا غير هكا شويه باش يجيونا مقرملين، غير نديروهم في الفران كيجيو مقرملين من التحت. غندهن هكا من التحت، ندهنهم كاملين من التحت. من الاحسن تكون الزبده بحراره المطبخ باش يصلح لنا نصايبوهم. غادي نقلبهم دابا بحال هكا، هاد الجهه اللي دهنا غادي تجينا تحت من التحت، نردوها من التحت، نزيد لهم شويه من هنايا يجيو مقرمشين من التحت بداك الزبده. خبز ديجا عندنا طايب، وانا غندير غير الطون ولاصوص، يعني ما غطيب حتى حاجه، فقط غير داك الصلصه البيضاء اللي غادي نديرو من الفوق باش تذوب. غادي نجيب شويه ديال لاصوص، غادي ندهن هاد لي توست ديالي. هنايا بالنسبه للصلصه ديال البيتزا درت ديك لاصوص طوماط، راه حطيتها لكم، غادي نخلي لكم الفيديو ديالها الرابط ديال الفيديو اسفل هذا الفيديو هذا في صندوق الوصف. زدت معها فقط، حككت معها شويه ديال البصله ودرت لها شويه ديال البزار، الزيت البلديه والملحه، وحككت فيها واحد الفلفله حمراء باش كتعطي حتى هي البنه. صافي ودرتها حتى عقدت. بعد ما دهنتهم هكا غادي ندوز باش ندير لهم الطون. هنايا شويه ديال الطون، بالنسبه للطون كنستعمل هذه النوعيه، هذه كيكون زوين ديال الحامض، فيه مذاق زوين. غادي نحاول نفتتو هكا فوق هاد لي توست. ما استعملتش هنايا البصله، فقط غير لاصوص والطون، غير هاد الصلصه اللي كندير راه كتجي فيها البنه زوينه. غادي نبقى حتى نصايب هاد لي توست ديالي، ندير عليهم هاد الطون.
صافي بعد ما صايبتهم هكا غادي ندوز باش نصايب الصلصه. بالنسبه للصلصه عندي هنايا ثلاثه ديال الفرماجات مثلثين، اي نوعيه متوفره عندكم. انتما غتجربوا هاد الصلصه البنات، راه كتجي رائعه وكتجي هكا يعني بحال الفرماج ديال الموتزاريلا. كنزيد عليهم واحد البيضه، غادي نزيد عليهم واحد المعلقه ديال الزيت. هنايا زيد درت زيت البلديه، وغادي نزيد معاهم واحد جوج معالق ديال الحليب. غندير شويه ديال الملحه، غير شويه قبصه، وغندير شويه ديال البزار، وغادي نميكسيهم. تقدروا ديروا في المولينيكس. غنحصلوا على واحد الصلصه بحال هذا الشكل. غادي نجيب اللاطه وغتخلي الفران نسط فيها هاد لي توست. وغادي نضيف عليهم هاد الصلصه، غندخلهم الفران باش يتحمروا من التحت شويه باش يتقرملوا بداك الزبده اللي درت لهم من التحت، وغادي نردهم من الفوق غير باش طيب لنا هاد لاصوص. هادي هنايا في هاد لاصوص زدت شويه ديال الفرماج احمر، الا كانت متوفر تقدروا تزيدوه فرماج احمر محكوك. في التالي غير كتزيدوه هكاك محكوك، يعني ما كتميكسيوهش مع لاصوص. الا كان متوفر ما كان شيء كتكتفيو غير بلاصوص اللي صوبنا في الاول، راه كتجي زوينه. غادي نصايب هاد لاصوص فوق هاد لي توست ديالي، وايضا غادي ندخلهم للفران ونخليهم حتى يتحمروا من التحت ومن الفوق. وبعد ما طابوا لي بيتزا ديالنا بديك لاصوص هانتوما كتشوفوا كتجي زوينه ومعلكه. كنتمنى انكم تجربوها. كان هذا الاقتراح ديال اليوم، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه الا كنتو جدادين، ايضا خليو لي تعليقاتكم الرائعه، خليو لايك على الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ووصفه اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.